هذه الوجوه نيرة اللي كتستضفنا جمعية زيتامي البغري بهذه المناسبة الكريمة في تكريم الفنان كبير والزجال سيدي عمر بوري الروداني، فمرحبا به في مدينة فاس. وصل إلى تاروبانت وفتحها إسلاميا في أواسط القرن الأول للهجرة، بداية النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. وكيف أن تاروبانت هي بكل تأكيد عاصمة منطقة فلوس ضرعة فكريا وثقافيا، ولمن يريد أن يتأكد فليعود إلى بعض أجزاء كتاب المعسول لمحمد المختار السوسي. فالمدينة مدينة المعطاء، ولمن يريد أيضا أن يتأكد وأن يتبين حقيقة الاهتمام بالثقافة والفكر في مدينة تاروبانت، أدعوه أيضا إلى أن يقرأ شيئا عن المدة التي كان فيها على سبيل التمثيل الأمير محمد العالم ابن السلطان المولى إسماعيل، فسيجد ضالته في هذا الشأن. إذن هو تكريم لشخص، تكريم لمدينة، مدينة عاصمة لجزء من المغرب، وتكريم لفن الملحون في شخصه، وكل من أسهم في هذا التكريم هو مشكور. وهذا المناخ الذي نحن فيه هو مدعاة بكل تأكيد لأمثالي لكي نشهد أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد أن ألبي دعوة جمعية الشيخ سيدي تامي الغري برئاسة الفنان الشيخ الغريحة سي محمد السوسي، ولجمعية فاس السايس فرع فاس وهي تحتضننا في رحاب مقرها، وإلى فعاليات أخرى التي قامت بتهيئ وتنظيم هذا الحفل المبارك. لم أتردد لحظة واحدة في المشاركة في هذا الاحتفاء البهيج بأحد أعلام الشعر الملحون المعاصر، ألا وهو الشيخ نظام وشيخ الشجية والشيخ القريحة كذلك الحاج عمر بوري.
فمن هو الحاج عمر بر؟ لاحظت في الكراسة أو في الكتيب الذي قامت الجمعية بنشره وتوزيعه عليكم لمحة موجزة عن ترجمته ولا أضيف، فهو الحاج عمر بن أحمد بن مبارك أيت البنضادي المدغري الأصل والمراكشي الأصل كذلك، ثم الروداني الدار الملقب بوري. تكوينه كان تكوينه كما العادة بكتاب القرآني ومدرسة الحياة، حيث تعاطى بعدة حرف. شيوخه في المحول، شيخه الأول هو مولاي أحمد بن مولاي عبد القادر الجيلاني الشريف القادري من تارودانت، وكذلك صديقه السي محمد الضعي الروداني. من تلاميذه الشاب عثمان ساسي، والذي كان قد شارك في مهرجان فاس الذي انضمته جمعية فاس السيد فرع فاس، وكذلك الآنسة أسماء الزرق وغيرهما. المنشدون الذين أنشدوا قصائده المرحوم السي محمد بوستر مراكشي معروف بسويطة، السي محمد وأحمد أمنزو، سعيد مفتاحي وسناء مرحت. من المصادر أن نرجع للجانب التوثيقي والجانب العلمي الأكاديمي. بالنسبة للجانب التوثيقي، من المصادر الأولى التي تحدث عن هذا الشيخ وأتت بترجمة مفصلة عنه هو الأستاذ معذرة المصدر الثاني. المصدر الأول هو الأستاذ عبد الرحمن الملحوني في كتابه أدب المقاومة بالمغرب من خلال الشعر الملحون والمردودات الشفاهية، حيث نشر له قصيدة ثورة الملك والشعب، وسنأتي الحديث عن هذه القصيدة. ثم المصدر الذي تحدث عنه بإسهاب وهو أحمد بوزيد قنساني في كتابه تاريخ الججل الشعبي بتالودانت الملحون من شورة عكاد الرباط 1993، ونشر له أربعة نصوص منها قصيدة السينية وهي مدحية أو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ترجمة وهي خصومة الأبكار أو بين البدوية والحضرية، ثم ربحة التي سمعنا إليها قبل قليل مع الممثل المقتدر مع سرابتها، ثم قصيدة أمجادون. المصدر الثالث هو أحمد الدلاي في كتابه جيد بيبليوغرافيك دي ملحون مغرب 1834-1996 إديسيون لارماتون 1996، وهو الدليل المأمون في مراجع الملحون، حيث أشار إلى اسمه ومكان مولده وتاريخ ولادته نقلا عن أحمد بوزيد قنساني. المصدر الرابع وهو مقال اعتمد فيه صاحبه على القصيدة المذكورة ثورة الملك والشعب، وقام بتحليلها تحليلا علميا أكاديميا، وعنوان البحث حدث نفي الملك محمد الخامس كما تأمله شاعر الملحون من خلال قصيدة عمر بري ثورة الملك والشعب، وهي ضمن أعمال دورة المقاومة المغربية من خلال الأدب الشعبي المغربي مجلة الذاكرة الوطنية العدد الرابع 2002 ما بين الصفحات 47 و54. ثم ترجم كذلك وهي مقتضبة وباللسان العربي الدارج، قام بها الشيخ والفنان محمد السوسي في الكتيبات التي نشرها وهي ستة، الملحون في كنانش الحفاظ محمد السوسي في الجزئين الخامس والسادس، في جزء الخامس توسلات الموعظات، ثم كذلك الجزء السادس في المدح والتصوف، ونشر له قصيدة بر الوالدين وهي قياسية من المسمودي، وكذلك قصيدة التوسل مع سرابة. في الجزء السادس نشر له قصيدة صيام القلب والجوارح، ونشرتها كذلك جمعية فاس السيس في كتيب في المهرجان.
قصيدة في الموعظة وهي عتاب النفس. المصدر السادس محمد السوسي كذلك أصدر كتيبا باسم أو بعنوان السيد مكنون في عجائب ملحون لسكري شقاشي ديان لميغضاي دي ملحون، وكانت من كان هذا الكتاب كتيب من إعداده ومن تقديم الدكتور رشيد بناني طبعة السبع فاس 2009، ونشر له قصائده الوطنية وثيقة الاستقلال ثورة الملك والشعب أمجادنا عيد حامد الثاني عرش المعجزات فرحية صحراء زيارة الميمونة للأقاليم الصحراوية مسجد الحسن الثاني ترحمنا سيدنا وبيعنا بالطاعة بالطوع وبيعنا بالطوع العرس المبروك عيد الأمن الوطني فرحوا بعيد نسأم. السؤال الذي سأختم به الميالي لديوان حاج عمر بورلي أن ينال النور. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السادة أعضاء جمعية فاس سايس وأعضاء المجالس المنتخبة بالمدينة، السيد رئيس جمعية الشيخ الهامي المغري، أسيادي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حملنا الشوق إليكم وقد دارت بمائه نواعيرنا ومشت به صوبكم عيرنا، حاملين معنا أعطار سلام وأزكى ود من ردانة بنت الشام، ومن منتدى الأدب لمبدع الجنوب ومن الجمعية الردانية لهواة ملحون شاكرين لكم فكرتكم المشرقة التي جعلت الحاج عمر بوري مناط التكريم ومحط الاعتزاز. وإنا في مدينة كاردانت نشاطركم التقدير للحاج عمر بوري شيخ أشياخ الملحون ومفخرة الزجل بوطننا الحبيب ورائد الكلمة الموزونة والمعنى النبيل والخيال المجنح، ونحن نشارك في محفلكم البهيج في هذا المكان الفريج، لن تسعفنا الوقت لتعداد أفضال ومن عمر بوري الرجل الكريم المضياف أولا، ومن كرمه وجوده ما برهن به على فرادته في فعل الخير معنا ومع كل مهتم بالأدب والثقافة والفن. ثم ثانيا هو الشاعر العصامي الذي اعتمد على مجهوده وجهده الدؤوب لصناعة مجده الشعر السامق حتى عد اليوم علامة شعرية مضيئة في ربوع الوطن كله واسما منقوشا على جدار الزجل بالمطرقة والإزميل. وثالثا هو الذاكرة المتقدة بجزئيات ودقائق الأخبار ومفيد الحكم وطرائف النوادر التي استجمعها من مدرسة الحكاية الشعبية أي الحلقة والسوق والفراجة وأماس الفن والأدب. أما رابعا فإنه الرجل المحب لوطنه وملكه، وتشهد مواقفه على ما نقول ويشهد شعره شهادة تغني عن اللفيف، ولو اتسع الوقت لأضفنا خامسا وسادسا وألفا على ما في شاعرنا بوري من مزايا. رأينا رأي العين فشاهدنا ببعضها اليوم من الفن، ثم نعود إلى أهل فاس الأماجد ذوي التاريخ العريق والمجد التليد والسعي الحميد، لنشكر مجددا تكريمهم لفنان يستحق التكريم والتفاتتهم الكريمة لرجل يجلونه كما تجله تارودانت ويعترفون بنباهته وفطانته ونبوغه كما يعترف سائر المهتمين بالشأن الشعري بالوطن. شكرا لفاس وحيا الله فاس، وهنيئا للحاج عمر بوري وسامه التكريم هذا الجديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قد النادي على الفنان ونظام سيدي عمر بوري الروداني. Thank you.
سيدي عمر مرحبا بك في مدينة فاس، ونتمنى القبول منكم الناس ديال تلوزات. شي كلمة غير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، تحية طيبة، وإني جد مشكور بهذا الكريم، وتقدم الشكر لكل مساهمة فيه، وإليكم هذه السجادة من كل المفروض على مدينة فاس. يا لم تفضى مجاب الوطن، الكرة ملعيان، ناس الحسين، الشراف، آل طه، جود الرحمن، من خيرهم عم القصيد مع الدين، فقهوا فكرنا بآيات القرآن، وحديث النبي العدناني، بهم جدعنا بدع الكوان، قولا من جيد أهل الإسلام، كريمهم ليا، كريمهم زاد القلب سلوان، جعلوني مشتاق، نرصى وزاني وننشد، إلدي نبغو ناس زمان، واللي كتبو زين أهل زمان، نسأل الله لقوي عظيم الشان، الحي القيوم نعم الغني، دواني عينهم مطل الزمان، ويكونوا جيران السيد الكويت. أمس داو بدياني ليا والمثالي، أرفعوا درجات دون بهتان، أعداد حرروا تاني، شلاجنوس رقاو وفادوا في كل ميدان، مهما كل بلساني محال قدر يفسر ما جا في كل ديوان، داروا الهلوه بالشان، يا رب زيدهم من فضلك خيرات العز ونصرك ودوام الهنا والهنا. الحب كلها والقصائد راه عرفتي راه الروينه عندي هنا، كل شيء باغي يتكلم في حق سيدي عمر البالي. كنكلم سيدي عبد السلام الشامي باسم الجمعيه، يقدم واحد الهديه وهي شهاده تقديريه. سي زهرة بالعمراني راه عرفتي راه النهار راه هنا. وكل ما بديتيه من مجهودات في المكون والقصائد، عملتي جوج قصائد على مدينة فاس، مدينة فاس راه مدينة لك أحبة ومودة دائمة. شكرا. الله يعلق بك يا فاس بالعلوم وخيرات هناك، ورعاك الغني وجعلناك دول الناس. نطلع كان تبقى جوهر كنز نعمل واحد يا فاس معطبر، خزين الاسلام في كل عصر، حاضيك لواك الكلام سير زمان، صغار اشارة في كل خطوة، والي في فاس ليه سر بيه جلد الظلام مقشعر، وقت النداء يسلح ورد عن شهاد، في كل مزارع أو مسجد ناس ثقة مع الوقر، والخطبة على المنابر، وهلمي وبسيتنا في كل ميدان، زين أمراء بارزين يكرموا من كان مضطر، يعينوا حتى يشفر ويعود مساير للركب طريق الأمان، سوق التجارة إلى باع وشرا محال خسر، ميزان كبير تراه يعبر، صرفوا جيد يوفي وينقص الثمن للي فقراء، دوام يحسن ويجلس معاه الذكر، العمل الخير ما يوخر، نهتم بقوان النبي وآيات القرآن،
من غير بصارة مسكن في كفاس تيجان الشر إلى مستقبل شهور يبقى مكروه بين عشان الجيران. ثنائي على الأستاذ سعيدي. قصيدة في حق الحاج عمر بوري الرودري. تعرفت على هذا الرجل من بعيد فأحببته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. أنا ألا أعلمكم بهذا المحب. العنوان عمر بوري كوكب وقات، مجامع الملحون منارات هدى أنوارها لألاءة في دون الإبداع تسمو دررا تعلو غررا فياضة تزهر روادها شعراء رقاق قول رهاف عاطفة رحاب حدائق تسمو في العلا أمجادهم شامخات تورق عمر بوري منارة فكر كوكب وقاد قصائد فياضة سيارة جزلة معصرات له في الورى لا تفتر باقات عطائه تفوح عطرا تضوع مسكا نظمه رائق شعره فائق يكسر المجالس حلة تتركه عمر بوري ثد قرم سيد جليل عمر بوري ثد قرم تكريمه توسيمه بوشاح إجلال صدح بحق طوبى له أكرم به من ناظم في فاسة تاج بها به يتودد مجلس مقاطعة فاس كذلك فاس المدينة هذا كذلك أنه واحد المساهمة منه في حق أستاذنا الفنان الحاج عمر بوري. سي عمر
نعم، ملي كنا صغار طبيعة الحال